سيارة زكي وشوية تقترب من النقطة المحددة. دكتور، أين زكي وشوقي؟ طمنا يا دكتور، هل أصابهم مكروه؟ زكي وشوقي ما كانوش في العربية؟ كيف؟ معرفش، عربية الإسعاف جابت اللي كانوا في العربية، ما كانش وسطيهم زكي وشوقي. الحمد لله. الانفجار كان عنيف، سواق العربية بتاعتهم والحارس اللي كان موجود فيها ماتوا. ولكن أين الأولاد؟ هو أنتوا في حاجة مخبيينها علينا؟ وهنخبي إيه يعني يا نونة؟ يا زيكي انا ومنى حاسين ان في حاجه كبيره جدا انتوا مش عايزين تقولوها لنا. يا جماعه انتوا مكبرين الموضوع، كل اللي في الموضوع ان انا كنت تعبان وزيكي كان. ما تكدبش عليهم يا شوقه، لازم يعرفوا بابا وماما مش موافق على جوازنا. يا لهوي، طب ليه ما قلتلناش؟ ما رضناش يعني بقى نزعلكوا وكده، وبعدين يعني الموضوع مش مستاهل بعد اللي حصل ما بين بابا وماما وعم بغدادي وعم حليم، واحنا بصراحه من ساعتها مش عارفين نقول لكم ايه. ابوكوا يرفض وانتوا ما تصدقوا. ماشي، شكرا يا اولاد الاصول. ايه اللي انت بتقوليه ده يا نونا؟ مش احنا اللي مكلمينكم وقلنا لكم نتقابل هنا بعد ما سهينا الحرس، عشان ما ماضوا لو خد فكره كان هيطردنا من السفاره. احنا رجاله قوي، عمرنا ما هنتخلى عنكم. هتعملوا ايه يعني؟ مش فاهمه، هو اصلا ما ماضوا ده حد يعرف يقف قصاده؟ احنا نقف قصاد الجبل بعون الله. هو اي نعم بابا ما ماضوا بابانا يعني، بس احنا برضه عمرنا ما هنسيبكم. ولا ايه يا زيك؟ طبعا، احنا بس محتاجين شوية وقت عشان نلين دماغه. أهم حاجة محدش يجيب سيرة لعم بغدادي ولا لعم حليم، عشان ما نولعش الدنيا ما بينهم أكتر. ماشي، مع إني مش مستريحة لكم. أنت موترانة ليه؟ في إيه؟ ده بابا. ألو؟ أيوة بابا. إيه؟ ايه اللي حصل؟ يا نهار اسود.